أفا أنت تبغى مقابلة معالي الوزير؟ وأنت مهم معالي الوزير؟ أنت ما تقرأ جرائد ولا تشوف تلفزيون ولا شيء؟ لا أنا أقرأ جرائد لا والله. أنا مش الوزير. أجل شنو هو أنت؟ مو شغلك. طيب تتكرم علينا طال عمرك وتعلمنا وين الوزير؟ ثاني مكتب على اليسار وخذ أوراقك ومعاملتك واطلع وريني عرض أكتافك. حتى والله يشين النفس. كل ذا النفخة وأنت موظف، أجل إذا صرت وزير شو بتسوي؟ أقول اطلع وأنت ساكت لو سمحت. ترى الموضوع هذا معالي مهتم فيه واجد. إيه؟ زين يعني وش أقول لمعالي هنا؟ يعني يومين إن شاء الله. طيب حاولوا تقرأ بالكثير. زين خير إن شاء الله، أنا ببلغ معاليك والله يخليك ما تنسى، حاول يعني تخليهم يستعجلون واجد. يلا مع السلامة. هذا عندكم من واجد؟ لا هذا ما عندنا منه الا واحد بس. ما شاء الله عليه يلق قهوجي الوزير. صار لي موقف في المكتبة اللي قبل. خير ان شاء الله، وش صار؟ دخلت عليه والى واحد طال عمرك نفس شينه نفس فيده. وانا اللي اجيك بكل مشاكل اللي بقول له. احسبه الوزير طلع مو بالوزير. حلوة عادي والله حلوة جديدة ذي. تعرف أنا لو أقول لمعالي على هالموقف بيعجبه واجد. أقول لك عاد مدام دمك خفيف كذا أجل تفضل. أقول المعالي أنا الموقف اللي صار لي من شوي. لا عاد لا تقول، لا عاد لا تحرقها علي. أبشر على هالخشم.